ليس بسبب قضيته الأخيرة، السبب الصادم الذي جعل هبة عبوك تطلب الطلاق من حكيمي. ماذا لو قلت لك إن الانهيار الوشيك لزواج اللاعب المغربي أشرف حكيمي بالممثلة هبة عبوك لن يحدث بسبب قضيته الأخيرة وتورطه في اتهام فاضح بالاعتداء على فتاة في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس؟ بل هناك سبب آخر صادم وغير متوقع بالمرة جعل عارضة الأزياء صاحبة الأصل التونسي تبدأ في إجراءات الانفصال عن زوجها لاعب كرة القدم الشهير. هبة عبوك انهارت ولم تعد تستطيع إكمال حياتها مع حكيمي، والسبب الرئيسي في ذلك ليس خيانته المزعومة لها، بل أمر آخر حدث بينهما ولم تكن تنتظره حين قررت الارتباط بنجم ريال مدريد والإنتر السابق. ولكن بعد حدوث ما حدث اضطرت لاختيار الطريق الصعب الذي قد يحرم طفليها أمين ونعيم من والدهما، وها هما أشهر صحيفتين في إسبانيا ماركا وآس تتفقان على أن زواج حكيمي من هبة عبوك على مشارف الانهيار. وتم الكشف عن تفاصيل ما حدث بينهما وأدى إلى هذا الشرخ في العلاقة التي كانت مثالية في وجهة نظر الكثيرين، فاتهام لاعب المنتخب المغربي بخيانة زوجته كان النهاية لسلسلة من الخلافات والمشاكل المستمرة في وجهات النظر. في بادئ الأمر رجع تواجد هبة عبوك في الإمارات وتخلفها عن مساندة حكيمي في حفل الفيفا الأخير وتفضيلها قضاء عطلة بصحبة الأطفال بعيدا عن أشرف إلى مشكلة كبرى وخلاف ضخم حدث بينهما. وقبل يوم 25 من شهر فبراير الموعد المذكور لحدوث واقعة الخيانة المتهم فيها حكيمي، كان هناك اتفاق شبه واضح بين ثنائي على الانفصال، والسبب في ذلك يعود إلى خلافات في وجهات النظر. وكما تحدث المقربون من هبة عبوك عن عدم توافقها مع حكيمي بشأن أمور تتعلق بمستقبل أسرتهما، خاصة وأن كل شخص منهما يرى الحياة من منظور مختلف نظرا لفارق السن الكبير بينهما والذي يصل إلى 12 عاما، فالزوجة تميل إلى تكوين أسرة وعيش حياة هادئة، بينما لاعب كرة القدم لا يزال في عنفوان الشباب ويرغب في حياة أكثر صخبا. وكان ذلك مصدرا رئيسي لأغلب الخلافات منذ شهور، وأكبر دليل على وجود هذا الصدع منذ مدة عدم ظهور أي نشاط للزوجين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهر أكتوبر الماضي. ووفق ما تم وصفه أصبحت الحياة الزوجية بينهما غير مستقرة وفاترة لأقصى درجة، لذلك فضلت هبة الابتعاد وقد اتخذت قرارها النهائي بالطلاق والانفصال رغبة منها في إنهاء الخلافات وعيش حياة أكثر استقراراً.